تهب العاصفة وتزداد الرياح سرعة إلى جانب غزارة الأمطار، وبرغم كل هذا نجد المعتصمين باقين في أماكنهم وهم يحتمون بأحد الجسور في بغداد، ويؤكدون أن اعتصامهم سيستمر حتى تلبية كامل مطالبهم والوفاء بحقوقهم كاملة. هذا حال مهندسين النفط. يلا يلا شيل الحصيرة كاملة، الحصيرة كاملة شيلها. والنعم منك حبيبي. جود جسر عافية، جود جسر. يلا روح 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 اصباح عشيتكم شباب. عافية يا ولد عافية. خلي 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 نغرق، احنا مالك علاقة، بس خلي ولدي يشيلون غراضهم. لا 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 شيلها شيلها شيلها. لكنك مطر مطر. يلا 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 اسرع.